شهدت شواطئ الغردقة في أول أيام عيد الأضحى المبارك إقبالاً كبيراً من المصريين في كافة المحافظات للاحتفال بالعيد. وشهدت الفنادق والقرى السياحية بالغردقة مع بدء إجازة عيد الأضحى ارتفاعاً كبيراً في الحجوزات المؤكدة، لتعلن إدارات الحجز في الفنادق والقرى السياحية بالغردقة أنها كاملة العدد خلال أسبوع إجازة عيد الأضحى المبارك حسب الحجوزات المؤكدة للنزلاء من المصريين والأجانب والعرب. احنا في نفس الوقت بنحضر يعني اكلات خاصه هتلاقيها في مدخل ريسبشن، اللي هي اجواء الاحتفال بالعيد عند المصريين، كمان برضه عشان الاجانب يحسوا ان احنا في يوم مختلف. فهتلاقي حتى حضرتك سامع المزيكا ورانا كده، رقص الشعب والفولكلور بتبدا من الصبح كمان، وفي كمان اكتيفيتي او في انشطه دور كمان بالليل، في احتفالات سيرك وانشطه شامله الرقاصه والتنوره والفولكلور شعبي كمان بالليل. انا جايه اقضي العيد هنا في الغردقه، بجد من اجمل بلاد العالم. يعني لو شفت البحر هنا قد ايه جميل، الاوتيل فظيع، الاكل بقى متوصيين بيه بقى عشان العيد الاضحى، الضاني والمشويات كل حاجه حلوه.